لا والله مش شايف. طب بص لو دخلت كده هما هيبقى هتبقى شغاله ايه ده بكل بساطه. انا كراميلا والنهارده رحت متحف الاوهام وانا زغلل والتيكت غالي قوي حسب الله نعمل وكيل. لو انت هتسكت انا مش هسكت. مصيبه كنت هموت. كمل الفيديو الاخر عشان فيه رساله مهمه. بحبكوا قوي. يوو اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه تعمل لو عايز تروح متحف الاوهام. ايوه المكان اللي فيه حاجات مش مفهومه ومعانا محمود ممدوح. يلا بينا نشوف الحوار ده. المكان ملوش حل وملوش مواصلات. المتحف موجود في ووك اوف كايرو في اكتوبر. هتلاقي هناك اجواء كريسماسية لذيذة. بس احنا عايزين المتحف وعشان اروح نزلت الشيخ زايد عند هايبر وان وركبت من الموقف العربيات اللي رايحة رباعية بخمسة جنيه ونص وخليت السواق نزلني عند بيفري هيلز بوابة 6 وانت داخل هيسجلوا اسمك واشرب مية من البوابة عشان هتتمشى شوية حلوين وتخد تجربة الاغنية ماشي. اي خدمة يا عم بفسحك في بيفرلي هيلز اهو بتاع الاغنية يا اسطى اسمها بيفرلي هيلز. بيفرلي هيلز لما صوت الار بيجي بس ماشي شكرا يا اسطى. ولا شكرا يا صاحبي فسحني نص ساعة ماشي. لحد ما توصل عند ووك اوف كايرو حيث الصرف والثراء الفاحش شحن السيارات الكهربائية. واحنا بقى وصلنا للمرحله دي. ايوه فعلا بالظبط. احنا دلوقتي واجهتنا مشكله ان احنا عربيتنا فصلت مننا شحن بره وجايين مش عارفين نعمل ايه. اعمل ايه التيكت ب 200 جنيه دلوقتي احنا مستنيين دورنا والتيكت ب 200 جنيه فهل تستحق المبلغ ده؟ هنروح دلوقتي عشان نشوف. على الطلاق ما فاهم حاجه. انا دلوقتي راح اقعد مع نفسي شويه. ايه ده؟ في كتير زيي. هي تبان خدعة غير مفهومة بس أول ما تقف قدامها هتفهم الفكرة وقد إيه أنت تقدر تتخدع بسرعة وعقلك ده. بص يا دلوقتي هي كلها زرقاء بس أنت ركز على الإكس. افضل مركز على الإكس. زهر بقت حمراء. بص هي دي أهي منحنية مع علم دي طيلة. بص هشرح لك الخدعه في المسافات. يعني بص انت لا مش عارف هي مربع تعالى كده بقت مثلث. طب ازاي؟ مظبوطه هنا مع العلم ان تحت صغيره بس شوف سبحان ازاي. ايه ده اللي مش شغال؟ شغال انا شايف. طب انا اللي مش شايفها عشان لسه شايفها. بص على من على الجنب. لا والله مش شايف. طب بص لو دخلت كده هما هتبقى شغاله ايه ده يا ابني عشان انت لسه شايف. الفكره اساسا انا مش عايز ابوظ عليكم بس يعني بص يا عاملها ازاي. فانت لو ايه ده مين ده؟ وعند كل خدعه بيقول لك اللي هيتصور هيقف فين واللي هيصور هيقف فين. اللعيبه تيجي تبص هنا كده. بص حوار ابن لذينة. ايه ده التكمله بتاعتها؟ ايوه هما بيهيئ لك ان هي التكمله بتاعتها. ولا محمود يا جدع بس والله العظيم.
هي لها مدة معينة بس أول ما تقرب منها بتشتغل لوحدها. شعورك إيه تجاه اللعبة الأخيرة؟ ممكن أصعب لعبة في الدنيا. آه هي أول مرة هتدوغ بعدين عادي، ولحد آخر لحظة وانت خارج هيبوظوا دماغك. يعني هنا المفروض تقول اللون اللي على الكلمة مش تقرا اللون. ولا احنا ما تقولناش جوه المتحف بس، ده بره كمان، فما تعملش فيه عامل فيها وارجع زي ما جيت احسن. مكان مجنون يستحق التجربة، بس هل يستحق ان اجيله زايد وادفع فيه المبلغ ده؟ فقولوا لي في الكومنتات وقولوا لي عايزين الفيديوهات الجاية فين. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب.